السلام عليكم، حبيبي لاباس عليكم. اللي ما شفتكم واحد الوصفه اللي هي خفيفه ظريفه كتقدروا ديروها لوليداتكم في العشاء. دي بولات ديال البطاطا بلا فرماج بلا حتى شي حاجه، دي بولات ساهلين عيب البطاطا. بقوا معايا نوريكم الطريقه، وكنرافقهم هنا بواحد لاصوص اللي حتى هي خفيفه ظريفه. بقوا معايا وما تمشيو فيه. بالنسبه للتحضير كنشدو 5 البطاطات حتى نقرضوهم، تنديروهم في الماء مع شويه ديال البزار وشويه الملحه وتنخليوهم يتسلقوا. من بعد غادي نوريكم اشنو غادي نديرو ليه. من بعد ما تسلقات لنا البطاطا كنخليوها تنشف مزيان، عاد تنقومو بعمليه الدحك ديالها بهذه الطريقه حتى تنشف مزيان. عاد يمكن لينا نديرو هذا، علاش؟ باش ما يبقاش فيها الماء. حيت لبقى فيها الماء كنبداو نبغوا نقليوها، كنبغوا نبداو نقليوها كنلقاو معاها مشكل. غادي نمعسوها مزيان بهذه الطريقه. من بعد ما قبنا بالدلك ديالها بهذه الطريقه كلها كتمسع كتسمعك مزيان، عفوا، هنا تنبداو بالاضافات. هنا كنديروا واحد البيضه، ملحه والبزار الربيع، وهنا الجبن كل واحد على حسب. انا الجبن ما كنبغيش نذكر الاسم ديالو، اي جبن عندكم متوفر كديروه. من بعد كنعاودو ندلكوها مزيان، كنعاودو نمسوها مزيان باش كاع هاد المكونات غتدخل في بعضياتها بهذه الطريقه. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان، في هذه الاثناء كنشدوا المقله كنديروا فيها الزيت السخن، كنشعلوا لها الزيت السخن، وكان واحد جوج مكونات كنخدموا بهم باش غادي نخدموا بلا شابلور اللي كنت حضرتها معاكم، راه اسهل ما يكون. وكندير شويه معلقه ديال الفرص، كندير معاها شويه الماء تنضربها مزيان. هادو هما الخلطات بجوج اللي غادي ندير فيهم هاد البولات ديال البطاطا، وعاد غنقليوهم. دابا غادي نبداو نحطوهم دقيق، ونحطوهم في لاشابلوغ. دابا اخرى واحده اخرى، نديرو بلا شابلوغ، نعاودو واحده اخرى ثانيه، نسقو بهاد الطريقه حتى نكملو لي بولات ديالنا كاملين. عاد نهزوهم لا شابلوغ، نهزوهم لا شابلوغ كنحطوهم في الزيت سخون، في الزيت سخونه. من بعد ما الزيت بدات تسخن لينا، انا ديجا جربت وحده لقيت الزيت سخن بدات مزيان. لي بوليت من درناهم في الخليط الاول اللي هو الدقيق والماء، دابا درناهم في لاشابلوغ كي كتشوفوا، وغادي نبداو نقليوهم. انا تنفضل ما نديرش الزيت بزاف البنات، وكنبدا نقلبهم شويه بشويه تنحس بخدات اللون الذهبي، وتنقلبها لشيها اخرى. من بعد ملي كيبداو يتحمروا كيف كتشوفوا، دابا كنبداو نقلبوا معيه بشويش. شتو على لون كيولي فيهم البنات؟ لون رائع. نقلبوا معيه بشويه بهذه الطريقه، كياخذ واحد اللون رائع. صافا، ونتسناهم تيطيبوا على شي غرفه. هنا من بعد ما طابو لنا لي بوليت ديالنا، شفتو الناس كيجيو الشعله اللي كيجي فيهم رائع، شفتيو طايبين محمرين مجمرين، شفتيو كيجيو رائعين البنات. نتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها مزيان زوينه وما فيهاش مقادير كثيره، وفي اي دقيقه دغيا زعما تصوبيها في رمشه عين، يعني ما فيهاش بزاف ديال العدد.
فوالا لي بوليت ديالنا ها هما جا كملناهم في القليان. شفتوا البنات كي تيجيو رائعين، جربوهم البنات راه كيجيو رائعين وما غاديش تستغناو عليهم. وكنرافقهم بواحد لاصوص اللي ساهله، تندير معلقه ديال الكيتشوب، معلقه ديال المايونيز، ومعلقه ديال لاموطار، تنخلطهم مزيان وتنرافقهم مع هاد لي بوليت ديال البطاطا. نتمنى يتنالوا الاعجاب ديالكم وجربوهم وبالصحه والراحه.